الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله بزار درساتكم زتنانيون محاضرة كاكم نبت انكتلالا يقول المؤلف قوله تعالى يا الله تعالى نقر إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هي أنكر يعني معنى تككلن يوترقم أي مانتم أن الكلمة الطيبة تروتر نقرج كلا إله إلا الله لا إله إلا الله نيمسي يصعد يوتل إلى المكان المشرف عند الله إلى المكان المشرف مشرف ودهن بوتا عند الله الله زند مشرف ودهن بوتا وهو السماء السم سمين إيه ما لسنون جي الله تعالى سمين ويعلم ملون يملك عندنا نسم ملون يفسرته ننكف إليه ودسو ودع الله يصعد الكلم الطيب ترو القروتش وتعلو لا عند زير لم تفسيره إليه يصعد الكلم الطيب أي إلى السماء ما لسنه الله ودالك وبوتا ودسمي ترو القروتش وتعلو ترو القروتش وتعلو ما لسنه أي يتقبله الله ما لسنه الله يكبله شوال الله عندما يكبره شو يعني ودسمي يوتعلو نزني القروتش يعني يا الله ما كبله عن جميع ملكت الله لا يهنو ودس يوتعلو يملعون أيام ملكت ما لسنه وأما معنى قوله تعالى فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي يتكسن عن كس يعني سلنا نبي الله إبراهيم الله القرآن يا رب نبي الله إبراهيم ودى فلسطين مهي بفلق الساس ونال وقال بلوى الوالي الله القرآن إني ذاهب إلى ربي سيهدي ظاهر ستين وديتين إذن إذ عن كس ترقم معنا أي إني ذاهب إني يهد كل ما لتشونه إلى حيث وجهني ربي جيتاي ودمرني جيتاي ودهززي بوتا أو إني ذاهب إلى فلسطين الأرض المباركة ويلقمو تباركتش ودهنتش مريت وده فلسطين يهد كنو لأن فلسطين أرض الأنبياء مكنيات من فلسطين نبيتها قرنت بزو نبياتوش كفلسطين مريض والدوان يعني كزيات الكون كزيان صار جيتي ودززين بوتا إهدى اللوان يعني وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي زي لي ودى جيتاي السبال إني جيتاي لي إهد كل ما نسيهون عند الظالم بسلم ملكته جيتاي ودززين بوتا الله ودمر بوتا وين دقمو الله يوددات ودهنة مريت بزو نبيات يفلكبات ودهنة مريت ودزات مريت ليه نماتات نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد سمى الله الآيات المحكمة أم الكتاب الله تعالى آيات المحكمة يمي بالوتن يا قرآن الناس بلوت أرتال زيلين يا قومنو كجا بفيتقن بلفو كفل أيانات شون سن ملكت قرآن هو لتنة ناقض الشالوت محكمانا متشابههم يبالو محكمة بلو مالت ترقمو قلسي هوننا عند ترقم بشالو سيهون متشابهة بلو مالت دقمو هو لتنة كزيابة لي ترقمو الشالوت بوستو عشامي كالاتو تشن ييازان كزنا النزيه بازي ملكو محكمانا متشابهة بمبال بولت تكفل هلو انكزوش الله تعالى بولت اندم يكفلو بقرآن لي كتكسلن بوالا محكمان من بلو ترو أم الكتاب يا قرآن النات أي أم القرآن لأنها لمن دنو الله أم القرآن يا قرآن النات يا كتاب النات يا لو لأنها الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهة مكنيات آيات المتشابهة مما لسبت مسارتنا ونا متشابهة ونوانكزوش الشامي كالاتو تنيازو انكزوش يا علماء وشين ملكة يمفلق وانكزوش علماء وش يفسروا اشتو مجمريا ودا محكمة وبمن ملسنو ترقم اشتو قلس ودهون وانكزوش تملسونو تفسير اشتو نميسات واشتو النزياء قار اسمام مالو وينسا اسمامو من ملون تملكتو مالسنو فتفسير الآيات المتشابهة متشابهة يوهن وانكزوشين مفسر ويمدامو بمفسر بسات
يجب جديتانو أن يكون موافقا للآيات المحكمة. محكمة يهون أنكزوش مسماماتو جديتانو. محكمة كهون أنكزوش قال يما يسماما كهونا تفسيرو تككريد اللمالتنو. كنياتون متشابهة بزون نقراتو سلم ياسيز متشابهة هون أنكزوش بقلتساتشو كوسترناشو يال هون النقر شريعان يميقاج هون النقر سلم ياسي جبتو مالتنو. سلذي يا علماء تملك هذا يفلق قلبنا نال علماء سيفسروا بمن ملكنا ودا محكمة بمن ملسنا لمثالي كتفسيري مفسر عشان يمسر الاستواء استواء يميلون الله بالقرآن الرحمن على العرش استوى بلان استوى يمتلوان بالقهر بما قدر تفسروان الله عرش انت قدر تبلو مالتنا انجينا التفسيروش فإنه كتملكة موافق يسمى مال من قال لم يسمى مال للآية المحكمة آية المحكمة عليه آية المحكمة قال كآية المحكمة مكاكل من الله ليس كمثله شيء الله من الله من المنقر المسلم كمحكمة ترقوما قلس انا قلس هنا نو كان دبالي ترقومي اللاتم ترقوما الله فطران أي مسلم يميلون يمسطو أندسو الرحمن على العرش استوى يميلون الله عرشن تكود عداري هنا جيتا تكود عداري بميلو كفسرو زيقار اسمان مال مكنياتم الله تكود عداري سلوني وهلو منقر تكود عداري قاهر بتشنيو واحد القهار هنا جيتا ارسو سلهنا بفترة يمثل سلوه هنا نقر قنا نسو بلاينو بلو كترقومو وينم تكمدو على بلو كترقومو مكامتنا بلاي مهون يفترة ننجي يفتحه بحر يدلم سلازي الله بفترة يمثل سلوه سلوهنا الله دنو بمحكم انكز مننم المسلم الله مننم اي مسلم بلوال سلازي زي لاي محكمة قال يتقاتش هوننا تفسيرو تكلال هوني هونال سلازي واجبنو قديتانو محكمة قال يتسمع ما مهون ذم الله تعالى كذيام الله ام الكتاب يقرآن مسرت محكمة اندهونا كتك سلم بوالا ذم الله الله اوجز الذين النزيان في قلوبهم زيغن بلباتشو تمتي اللباتشو سواتشن أي ميلون عن الحق ما لتم كحق أزنبلو سواتشن الله تعالى أوجز فيتبعون يمكتاتلو يهونو ما تشابه منه متشابه يهونو أنكزوتشن الشامي قالت يازو أنكزوتشن ابتغاء الفتنة فتنة انفلقوا هم بلو بسواش لي فتنة انفلقوا بمسلموش لي فتنة انفلقوا يعني مسلموشن بل هون فتنة إلا متال فكفر الله لما تعلبلو يكتاتر الهولي سنة يتشهولي متشابه ونانا قصوشن يكتاتر لما سالي الرحمن على العرش استوى إله أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب نزي هولو متشابه ناتشو انت زيين السيكتاتر تايل لاتشو الله تقمو أوقزاتشو بلباتشو تمتي ألباتشو سواتش زيجتي ألباتشو سواتش علاتشو أياتشو إخوة الإيمان زي لاي لب ما التي اللب نجر بنور يعني مشبهة وش مجسمة وش عندما نوقف هوليم الناس قال نويا يكال يميتك سواش وانا قصوش بمولو متشابهة وش ناتشو الله دمو متشابهة وش يمي كلاتل زي غند اللبت بلو تمت يلب زجيت اللبت بلو بقرآن تكسو لنا لأن المشبهة مشبهة لأنهم حقيقة كتملكتن النزي متشابهة انقصوش يتكسو الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء إيالو يعني يمي كذاتلو سواتشن غراضوهم مكنيات أتشون ويندمو يمي فلقوت النقر بلن ملكت في ذكر الآيات المتشابهات آيات المتشابهة هون وانقذ وشن ستقصو وأن يمي فلقوت نقر غراض أتشو يعني وأنو يمي فلقوت نقر ويندمو بزي سراتش يمي فلقوت نقر أن يوقع السنية سنية هون انسو متعلو أهل السنة والجماعة تكتاي هنا يا مسلموشن تكتاي يا مسلموشن عقيدة هم يكتلي هنا تكلني يا مسمى الله يالن سنية هنا نسو سنية بلو مالس سنة تكتاي تكلني أن توحيد يم يكتل مالتنا يهتم لمسلموش بتشان لمشبهة وشاي السدم أن النزي مشبهة ومتشابهة يتكتلوا لمسالي الرحمن على العرش استوى يميلون يدقاقموا يميدقسوا غرضاتش ومكنياتاتش ويميفلقوا تناقر من دنو أن يوقع السنية سنية هنا مسلم سو متعلو في اعتقادهم أمنة تشولي الباطل ودك بهنا أمنة تشولي في التشبيه الله بمن مساسلي
ሰዎች አላህን እንዲያመሰስሉና አላህ እኛን የመሰለ ነው ብለው እንዲይዙ ይሄን የተከታተሉ ሰዎች ባልሆነ መንገድ ላይ እንዲወድቁ ያደርጋሉ። አላህ ይጠብቀን። ኢኽወተ ኢማን አንዳንዶች አላህ ምንንም ነገር አልመስልም ብሏል በቁርአን ምንንም ነገር አልመስልም ይያለ እነሱ ግን ታዲያ وهو السميع البصير ብሏል እኮ እኔ እኮ ሰሚና ተመልካች ነኝ ብሏል ሰሚና ተመልካች ነኝ ካለ እኛ ፍጡራንም እኮ እንሰማለን እንመለከታለን በእኛ ተመሳሰለ እኮ ይላሉ። ላ አላህ እኔ ሰሚና ተመልካች ነኝ ቢልም እንኳን በእናንተ ተመሳሰላለሁ አላለም። አላህ ይሰማል ግን እንደ ሰው ልጅ በጆሮ አይደለም ያያል እንደ ሰው ልጅ በአይንና በተለያዩ መሳሪያዎች አይደለም። አላህ ከዚህ የጠራ ነው። አላህ ይሰማል ያያል ቢባል የሰው ልጅም ይሰማል ያያል ቢባል ይሄ የስም መመሳሰል እንጂ የትርጉም መመሳሰልን አያመላክትም። አላህ አለ እኛም አለ እንደምንባለው ስም መመሳሰል ብቻ ነው የስም መመሳሰል የትርጉም መመሳሰልን አያመላክትም። አንዳንዶች ይህን የጠቀሱ አላህን ይመስላል ለማለት ይፈልጋሉ። አላህ እኮ فلا تضربوا لله الأمثال بلوان لا الله أمثاليا أتدرقوا لك سبحان الخالق على أي حال نزي متشابهة وچن يتكسو بتدقاقامي سوچن كال هنا كفر لي لما تقال يموكرالو الله دقمو النزين سوچ أهو قزات شو بأنكسو لين لتملكت الله بقرآن منالا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يلزم إخوة الإيمان والإسلام على أي حال يقرآن مسرت محكمة سهن متشابهة يقرآن يعني سنفسر وده محكمة تملس مهنا اللبت مكنياتهم بوسطوا الشامي كالاتوشن سلايازة عند سو متشابهة يمكتات تلكون متشابهة يتكتات تلا سواتشن فتنة علي لما تعل የሚሞክር ከሆነ ሙሽቢያዎችን ይመስል ይህ ሰው አላህ በቁርአን ካላቸው ሰዎች ውስጥ ገብቷል። فأما الذين في قلوبهم زيغ يعلم عليهم على اي حال هنا يمثلل ذرو ذرو متشابهዎች الناس يمثلሉ ነገር ግን علماءዎች المتشابه على قسمين ብለው የሚጠቅሱት ነገር አለ። متشابه አንገዞች ወይም ደግሞ አሻሚ ቃላቶችን በውስጡ ያዙ አንገዞች በሁለት ይከፈላሉ። قسم يمجمل وكفل لا يعلم تأويله إلا الله تأويل الله انجي كالله وجمع نما يوكو تأويل يعني تأويل تفسير الله انجي ما نما يوكو وهو السم ما كان من قيام الساعة يقيام أمك ومن يمثل وخروج الدجال دجال متأثن يمثل بحديث وردوان بقرآن يقيام أمك ندميكم ነብያችንም እንዳስተማሩን ቂያማና ደጃል የሚባለው እንደሚመጣ ተጠቅሷል መጥቷል። على التحديد بتحديد جن يعني በሚወጣበት ወቅት ወይንም ደግሞ ቂያማ በሚቆምበት ወቅት የሚያውቀው ግን አላህ ብቻ ነው። ተአላህ ውጭ ማንንም የሚያውቀው የለም። አላህ በቁርአን የቂያማ ቀን እንዳለ ተጠቅሷል ነገር ግን የዚህን ተአዊል የሚያውቀው የለም። መቼ ነው የሚቆመው በስንት ሰዓት ነው በመቼ ቀን ነው በስንት ደቂቃ ነው በምን ያህል ሰኮንድ ይሄን ሁሉ የሚያውቀው ከአላህ ውጭ ማንም የለም። ይሄ መጀመሪያው ነው። ወነህው ذلك እነዚህ የመሳሰሉ ነገራቶች ደግሞ አሉ ቂያማ ላይ የሚከሰቱ አላህ ብቻ የሚያውቃቸው። ለዚያም አላህ በቁርአን ምን ይላል وما يعلم تأويله إلا الله تأويل الله እንጂ ሌላ የሚያውቀው የለም ብሎ قاف ملكت አለች እዚህ አንቀጽ ላይ قاف مالت على قراءة الوقف عقوم لمالت نو عند سو يكرر لمسالي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله زي لي إلا الله كمثل والي بتنشو قاف علش قافم عقوم مالت نو አንሰ አቁሙ የሚቀራ ከሆነ አላህ ኢላላህ ከሚለው ላይ አቁሙ የሚቀራ ከሆነ ተአዊልን ከአላህ ውጭ የሚያውቅ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይቂያማ ቀን ይመስል የደጀል ሞታትን ይመስል اما ذي لي الرحمن على العرش استوى يمسسل ينزي ያናቅዞችን ትርጉም አይደለም የሚፈልገው። ስለዚህ የመጀመሪያው ክፍል ይሄ ነው። አላህ እንጂ ሌላ ሰው የማያውቀው ሌላ ማንንም የማያውቀው አላህ በቁርአን وما يعلم تأويله إلا الله بلوال يعني أكو من دنكر أدرقو مالتنا إيه يا قيامة كاننا يدجل متأثني مثلنا وليس من هذا التقسيم آية الاستواء إيه سبالك كالله وشراش يميوك إلا ما لا تيدلم إنما الله نا علموك يميوك قدمه لتنيا يتأويل أين تألم
وقسمون إلى الهلتن يكفل يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم اللهم بأكد سر يسدد سواجم يوقت الهلتن يوني تأويل كفل لقم. ومثاله ما كان من معنى الاستواء المذكور في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لذي مثال يدقم باستواء زرية تكسو الله بقرآن من إلال الرحمن على العرش استوى استوى يمثل أن ترقم الله أنه بوك السري سدد السوى شكال ستوات بستكر ما نم يميوكو إلا فالراسخون في العلم بوك السري سدد السوى أي المتمكنون في العلم مالتهم بوك بزو يهيد السوى شمتك السوى فسروه بالقهر والاستيلاء الرحمن على العرش استوى يميلو من بلون يفسروت تقوت على الترى بميلو ترقم استيلاء بميلو ترقم وهو المراد بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به بلسان إخوة الإيمان زيلا يدقمو قافن انتوات اللهم بولتن يؤكرار إيه كنبياتين يمتع كرارنا كنبياتين صلى الله عليه وسلم يمتع القرآن كرار عند بتشيل اللهم قلز يهون اللي كالا ويمدموس لقرآن أو كالا يميل كالا قلزنو هنا قال كنبياتين بزوينة القرآن كرار وتشالو كمتلني قرآن كرار وش مكاكل وقفا تتنو قاف ليسنكم كرار من بلن كرالا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم تأويل الله نابعك السري سدر سوشنجي من نم أيو كوم بزي ترقل فكأنه مالتم قال والراسخون في العلم أيضا يعلمونه مالتم بوك السري سدر سوشم أهن مبرو يو كتال الرحمن على العرش استوى الله النابه وكسر يسدد السوش تفسير يو كتال مالتنا يعني الله بقرآن يا لو مالتنا الرحمن على العرش على العرش استوى يمي لوننا يمسسلوتن على أي حال تأويل كالله وج يمي يوك مالا نقرقن يمي يوك سوش الله بزي زوري يسدتاشو باندان دوكتوش نونج بهول ما يدلم لذينو تأويل يمي بالو كفيلون الله بتشانو يميقو كفيلون دمو اللهم كبوكسر يسدد سوتشم يوقو تالي تبعلو سلازي وما يعلم تأويله إلا الله من سورة العمران لي يالو عنكس بولتين تاكرار يكرر النبي كنن داستمارو مالتنو يما جمري وقف بال قاف انتتك من سناكم يامك الله وج تأويل يميقو يلم مالتنو يسيب بالم شراش سلا تأويل يلم ينقر مال السيهون يتماكننا يدجل متاثني مساسلنا بولتن يؤكرر دقمو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بزي هكرر اللهم بأكسر يسدد سوتشم يوكو تلبم ملا ترقومنو عندن سوتش قاف انتتقمو ماكم يعلونا كالله وتش يميوك يلم بلو لمدم دا يموكرالو تأويل يميبال لفطران يلم ملالو لا عند زايد اللم تأويل يميبال على فطران وتش الله بأكسر يسدد سوتشن تأويل ندمي ساتو ويمدقمو تأويل ندمي عدرقو ندمي يوكوت تكسولنا لازم ما سرجع ويمدقمو كعلماء تأويل يدرق يتأويل انشلوة يدستان دال لما رجاقت يحكين ويؤيد هذا إهنا يتنكر لنا ما رواه مجاهد مجاهد يزقبوت مجاهد يا عبد الله بن عباس تلق تماريناتشو كشيخاتشو كاستماريتشو كأستاذاتشو كعبد الله بن عباس نبياتشن دعا كارقولاتشو مالتنا نبياتشن لعبد الله بن عباس دعا رقوان اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب له الله وي تبابننا يقول آن تأويل استمروا بلو دعا رقولاتشو لابن عباس مالتنا ابن عباس من الالو إيه الناس ملكتو أنا أني من الراسخين في العلم بأكد سرك سدد سوش مكاكلنين أنا أنيكو مما يعلم تأويله تأويل كم يوك سوش مكاكلنين الالو تأويل كالله وج للا يمارك به النور تأويل أي تلم يميبال به النور مجا عبد الله بن عباس إهنا نايل من أبا عبد الله بن عباس جن مجاهد بس تلالفت إهنا أسكمت مالتهم سلزي تأويل يميبالو بشريعة يعلننا بشريعة يتفكر نجرنا أذي لا يجن باتشر وتأويل مالت من مالت دونا لما تكسف قال له تأويل هو تأويل بنو مالت إخراج النص نص موتعتنا نص بنو مالت بقرآن وينم بحديث يمتع جلزان المتشابه
ተመሳሳይ ቃላቶች ያሉበትን አሻሚ ቃላቶች ያሉበትን ቁርአን ወይንም ሐዲስን ማውጣት ነው። አን ዛሂሪሂ ከግልጹ ለምሳሌ አላህ በቁርአን ምን አለ? وهو معكم اينما كنتم ان ظاهر كينو الله በየቦታው ያለ የሚለውን የሚያሲዝ ከዛሂሩ አውጣን ከግልጹ አውጣን ግን በትክክለኛው ስንተረጉመው አላህ በሁሉም ቦታ ያለውን አዋቂ ነው የሚለውን ያሲዛል። ስለዚህ ተአዊል يعني الشامي قالت ለሰዎች ግልጽ የማይሆኑ ነገራቶችን ያዙ አናቅዞችን ከዛሂራቸው ከግልጻቸው አውጡ ወደ ትክክለኛው ወስዶ መፈሰር ነው። وهو እሱ ደግሞ جائز የተቻለና የበቃ ነገር ነው። في الآيات والأحاديث بأنقذوتنا بحديثوت تشالال التي يوهم يمياسمسر يهون أنقذوتنا حديثوتش قالوا ظاهرها جلساتو ستاي أن الله له يد جارحة الله أكلي هنا إجالو يميل يمياسمسر قالوا جلساتو ستاي ووجه جارحة وينم الله أكلي هنا في تالو ندسو وتشميلو ياسيزال جلساتو ستاي ينو سو انديو سيانباتشو او انه يسكن السماء وينم سماء لينو يالا الله كو سمين يالا يميلون ياسيزال ظاهرو ستاي قلتاتشو انقذوش مالتنا او انه جالس على العرش وينم كعرش بلاي تكمتوال او انه يوصف بصفة من صفات الخلق وينم كفطران بهاريات مكاكل باندو صفة يوصف يقلت على يميلون يمياسيزوالو قلتاتشو ستاي يعني انسو ندا عربانيا ندا قزيت عنبال لو كالا يعني يميمسلو قرآن سي لا نجي القرآن እንደ ጋዜጣም ብን የምናስቀምጠው ነገር አይደለም። ላ የራስ የሆነ ተፍሲር አለ የራስ ትርጉም የሆነ ትርጉም አለ። ለዚያ ነው ዒልምን ከዑለሞች ሰዱ የሚባል። አንተ እንደ ጋዜጣ መስሎት ቁርአን እንዲህ የሚያነብ ከሆነ አረብኛ ይችላልህ ብሎ ያላቅሙ ካልሆነ ቦታ ላይ ዘሉ ከፍ የሚል ከሆነ ወይም ደግሞ ጉብ የሚል ከሆነ ወዳልሆነ ቦታ ነው የሚመረው። يعني አላህን እንደ ፍጡራን እጅ ያለው ፊት ያለው ሊል ነው። ቀስ በቀስ ሰማይ ላይ ነው ሊል ነው። ሙሽቢሃዎች እንደገቡበት ችግር ማለት ነው። በዚህም ዙሪያ አህመድ ሪፋዒ ምን ይላሉ? ሱኑ ጠብቁ አሉ። አቃኢደኩም አቂዳችሁን ጠብቁ። ሚነ ተመስኪ ከመያዝ ቢዛሂሪ በግልጽ ከመውሰድ ማ ተሻበሃ አሻሚ ሆኖ የመጣው ሚነል ኪታቢ ወሱና በቁርአንን በኪታብና በሱና በሐዲስ አሻሚ ቃላት ይዞ የመጣውን ነገር በግልጽ ወስዳችሁ ካልሆነ ቦታ ላይ ከመውደቅ አቂዳችሁን ጠብቁ። فإن ذلك من أصول الكفر يعني إيكو يكفر مسارات نو يكهدت مسارات نو يلالو عند سو بقلص أنكزو تشن حديثو تشن مدمد تألت بقلص كوسادة كان هو نبوت علي يهود كالمالات وألفو عند قلص نو الله بقرآن الرحمن وعلى العرش استوى بلوان سو يعرم ياشي اللولو بلاي نو بلوك فسرو للا دمو وهو معكم أينما كنتم بلوان أهونم عرم ياشي اللولو بلو بيبوتون يالا بلوك فسرو يمي كسرونا يمي تأمو أراسونا ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ተአዊል ማድረግ ያለበት ዑለማዎች በምን መልኩ ነው የፈሰሩት የሚለውን። ስለዚህ በሸሪዓችን ተአዊል የተሻለና የበቃ ነገር ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ተአዊል የለም የሚል ከሆነ ትልቅ ስህተት ሊወድቋል። አላህ በሰማነው ተጠቃሚዎች አድርገን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።